طيب يمكن زي ما احنا اتكلمنا كده في بداية حلقتنا النهاردة، بنتكلم النهاردة معاكو عن حاجة بتمسنا كلنا، ويمكن كلنا كده بنيجي نعدي بيها فترات كتير وبتلازمنا كتير، وهي قلة النوم او اضطراب النوم. يمكن معظمنا بيعدي فترات نفسه مش عارف ينام، عنده أرق، مش مركز، ما بيخشش في النوم العميق، ومجرد ما بيعينه بتروح في النوم شوية أبسط حاجة ممكن تصحيه وما يعرفش ينام تاني، والموضوع ده بيستمر لأيام كتير جدا. أكيد في أسباب كتير جدا احنا ممكن نكون مش عارفينها، وعادات كمان خاطئة احنا بنكون بنعملها، وكل ده هنقدر نعرفه أكتر مع المدربة طبعا نهى إيهاب، طبعا المتخصصة في علم النوم واضطراباته، وهي منورانا نعرف منها كل التفاصيل معاكم. ازيك يا نهى؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الأخبار؟ منورانا جدا 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 جدا. منور بيكوا أصلا يا فندم. احنا عايزين ننام. استغل الاستغلال، اعملي اللي انت عايزاه. عايزين ننام يعني، أرجوكي ساعدينا نعمل ايه عشان ننام؟ لا هنيجي طبعا للسؤال ده، أنا بهزر. احكي لي كده. ده تأثير قلة النوم، شفتوا يا جماعة بيعمل ايه؟ لا قولي، يمكن ناس كتير خارجة من رمضان وأجازة العيد والحاجات دي كلها بيبقى عندها لخبطة في مواعيد النوم، بننام الساعة 4 أو بعد الفجر أو كده، وفجأة المفروض ننام بدري عشان بنصحى بدري، الحاجات دي كلها. إزاي اللخبطة بتاعت مواعيد النوم بتأثر علينا وإزاي كمان نقدر إن احنا نظبطها؟ بس هي بتأثر على حاجات كتيرة جدا طبعا، على الجهاز العصبي بيتدمر طبعا، والذاكرة بتتدمر، والضغط يبتدي بقى دي البداية في ايه؟ الضغط يلا الله يطمنك. اوكي، بس ده طبعا على مدار الوقت، ما بتحصلش من ليلة واحدة. يعني لو ده اللايف ستايل بتاعنا واحنا عايشين حياتنا بقى كده سنين طويلة، فبنوصل لمرحلة معينة لا الحاجات دي كلها ابتدت بقى ايه تشتكي بتأثر بالظبط. فنعمل ايه؟ ندرجها. يعني ما ينفعش اكون مثلا امبارح هنام الساعة 4 الفجر والنهاردة انا هنام الساعة 10 بالليل، ما ينفعش. اوكي، انا محتاجه ارجع ساعة ساعتين، ساعة مثلا. لا مش أوكي. ساعتين هتبقى كتير، لان الجسم هيرفض، هتبقى اجريسيف قوي. أوكي. ممكن ارجع ساعة واحدة في نومي وهرجع ساعة في صحياني، واثبت يومين ثلاثة جسمي يستقر وارجع تاني ساعة لحد ما اوصل للميعاد اللي انا مرتاحة فيه. أوكي. ده اللي هيخلي جسمي يستقبلها بشكل لطيف. عظيم جدا. هل احنا يعني بطبيعتنا كلنا واحد؟ لا. ولا مختلفين عن بعض؟ مختلفين يعني في عن بعض. البعض يقول لك انا تركيزي بدري جدا حاجه يعني ما اقولكش عليها روعه، واحد تاني العكس يقول لك لا انا مش بتاع صحيان بدري، ده كان البومة. صحيح. انا كان انا كان ليلي، انا كان صباحي وخلافه. مع ان الطبيعي ان كلنا واحد، ننام بالليل نصحى الصبح، ودي سنه الحياه يعني. فهل احنا مختلفين عن بعض في ده؟ لا احنا مش مختلفين عن بعض. اوكي، هي الايه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هو ربنا خلق الكون كده، ده سيستم. بنصحى الصبح وبننام بالليل. اي محاوله بشريه مننا ان احنا نخالف النظام ده بتبهدلنا جامد، بتتعب جسمنا جامد. اوكي، ليه بقى الفكره دي جت منين بقى؟ أيوة. ان انا طول النهار بقى دوشه دوشه وطلبات ومش عارف ايه وشغل، بس باجي بقى في اللحظه بتاعت بالليل دي اخيرا هعمل هدوء. حاجه ليه؟ هدوء بقى، خلاص انا هعمل حاجات بالظبط. ففي اللحظه دي بنفوق، ما بيبقاش فيه ستريس، ونحس ان احنا مقبلين على الحياه اكتر. فايه نحس بقى لا انا كائن ليلي. لا الفكره دي اتسمست يعني مش حقيقيه. ده بس ده يعني نقدر نقول ان ده تخيل او هي فكره مجتمعيه سيطرت. لكن الحقيقه فين؟ خاطئه يعني. احنا ممكن نرجع بقى لدكاتره المخ واعصاب، يقول لك ان احسن وقت للنوم الوقت الذهبي ما بين الساعه 10 لغايه الساعه 6 صباح. اوكي، وان اي ساعه قبل منتصف الليل اللي هي الساعه 12 قيمتها بساعتين. يعني لو نمت من 10 ل 12 كاني نمت 4 ساعات، او من 11 ل 12 كانهم ساعتين مش ساعه واحده. اوكي، لو انا شلت ساعة من ساعات نومي دي في الفترة دي، الفترة الذهبية دي ما بين 10 والساعة 2 3، اوكي، انا كده بعمل ايه بقى؟ في سباينال فلويدز او في سوائل بتخرج من النخاع الشوكي تنظف المخ. من اهم الخلايا اللي بينظفها السائل ده خلايا بروتينية بتاعت الزهايمر. على فكرة بتتكون في سن صغير، عشرينات وثلاثينات، بس احنا بنعاني منها بعدين. اوكي، فان انا اقطع ساعة من نومي يبقى انا بقطع ساعة من عملية التنظيف دي. فخلينا نتفق ده مش مستاهل خالص. هي متقسمة ازاي؟ بص احنا سمحنا ازاي؟ اصل احنا كنا مرحلة متأخرة. يا لهوي. لا احنا لسه صغيرين. لسه صغيرين. احنا استوينا. لسه صغيرين. نقدر في أي وقت نصلح. طب أنا عندي سؤال. اتفضل. هو غريب وطفولي. لا اسأل بقى. يعني دايماً وأنا صغير كانت مثلاً والدتي تقول لي لازم تنام في الوقت ده علشان جسمك مش عارف إيه. فأنا كنت ممكن ساعات كل فترة بسافر لأخويا في بلد بره. تمام؟ فقلت لها طب ما أنا لو سافرت لأخويا يبقى أنا كده عكس الساعة البيولوجية بتاعتي، طب انا جسمي هيعرف منين ان هي دي الساعة 10 مش عارف ايه؟ ذكاء الاطفال بقى يعني اشغل دماغي. سؤال عظيم. طبعا الحمد لله. الشمس. لسه كنا بنتكلم في الشاشات. ايه اللي بيحصل؟ ازاي احنا بنصحى الصبح وبننام بالليل؟
العصب البصري بيلقط الضوء الازرق في السماء، يبعت اشاره للمخ يقول له ان في ضوء ازرق وده معاد الصحيان. المخ يستجيب فيفرز هرمونات تخلينا صاحيين وفايقين، زي هرمون السيروتونين هرمون السعاده، وكورتيزول هرمون الستريس بس بنسبه قليله بس تخلينا صاحيين. الوقت بيعدي، الدنيا بتضلم، العصب البصري بيلقط اشاره مختلفه خلاص ويبعت للمخ، المخ يستجيب تاني ويسحب الهرمونات اللي كانت مخلينا صاحيين وفايقين ويفرز هرمون ايه؟ هرمون النوم الميلاتونين. اوكي؟ فلو سافرت من بلد لبلد مخي هيعرف ازاي؟ هيعرف العصب البصري هيعرف من الشمس، احنا الصبح ولا بالليل. طب سؤال مش موجود في السكريبت بس اسالي براحتك. العلم نور يا جماعه. العلم نور من الطفوله لحد الاحلام وكل حاجه. بص هقول لكم على حاجه، والله انا من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي وانا بقيت حاسه هوب هوب ان الصبح بس بقى خليك تتكلم انه اكتئاب بقى كنا ماشيين كويس وارق وقله نوم وحاجات كده، وبعدين بعد سنين فقلت ما يمكن الاضاءات اللي احنا بنتعرض لها دي تكون بجد مأثره على جوده النوم بتاعتنا، فهل فعلا لو حد بيتعرض لاضاءات عاليه طول الوقت ممكن يتاثر بيها كانه في الشمس ولا لا؟ لا مش بنفس الطريقه. واهم حاجه قبل ما تنامي بساعه مش عايزاكي تتعرضي للاضواء دي خالص، طبعا عن طريق اي حاجه، موبايل، تلفزيون، لابتوب، الكلام ده كله. بس كلام واقعي. ما انا هقول لك ازاي نخليها واقعيه. ماشي. اوكي، في حاجه من اتنين، يا اما فعلا هسيب الحاجات دي وابتدي بقى اعمل الحاجات اللي انا عمال اقول انا ما عنديش وقت اقرا، انا ما عنديش وقت ارسم، انا ما عنديش وقت اركب بازل، ممكن تبقى الساعه دي اعمل فيها الحاجات دي. ماشي. او استخدم الاجهزه دي بس عندي ثلاث شروط امان. أوكي. اول حاجه هقفل الاضاءه الزرقاء خالص اللي احنا اتكلمنا عنها واشغل الاضاءه الصفراء. دي عن طريق الموبايل، في الموبايل في اوبشنز، اوبشن ان انت تقدر تعمل ده. اي موبايل يا جماعه؟ أي بس المعلومه دي، اي موبايل ايا كان نوعه موجود الاوبشن. ولو مش موجود ممكن ادخل على البلاي ستور اعمل سيرش على بلو لايت فلتر. تمام. هلاقي ابلكيشنز كتير قوي. خلاص. اوكي. وان الموبايل ما يكونش على شاحن. مش عايزه اي تيار كهربائي خالص جنب مخي، مش صح. طب لو انا بنام والشحن في حضني طبعا، لو انا طب مش جنبي شحن بس جوزي جنبه شاحن لا برضه يعني مش حلو عليا. يعني ممكن مثلا لو هتنامي مثلا الساعه 10 11 مش حلو من الساعه 8 في الوقت ده هيبقى فولي تشارج خلاص. اوكي، بس نحاول على قد ما نقدر. احنا المفروض استنى، لا لحظه واحده بس، ده ازاي ننام كويس؟ ما انا بقى ده من ضمن السؤال برضو، خلي بالك انا عايز اعرف دلوقتي عشان ننام كويس يعني هنبدا ازاي؟ ما هو برضه ما هي على فكره بتقول انت عايز تحقق احلامك بس يا نوره خلاص. هنعمل اهدوا يا جماعه، صلوا على النبي. مش كده مش كده مش كده يا جماعه. هنعمل فازل او هنلعب نعمل حاجه بعيدا عن الشاشه او هستخدم الشاشات بثلاث حاجات اللي احنا قلنا منها حاجتين. حاجه ثالثه احنا قلنا الاضاءه الزرقاء وقلنا التشارجر كهرباء. ماشي. ثالثه والحاجه الثالثه ان انا لو قدرتي تعملي الموبايل على الاير بلاي مود او وضع الطياره عشان السيجنال رايحه جايه حوالينا مش صح. وضع الطياره نور تقريبا ده الحلقه الوحيده اللي نوره هتروح هتقعد تراجعها. وضع الطياره رقم واحد. ايه الطياره؟ طيب انت كده هنام نوم عميق؟ ده حاجة من الحاجات اللي هساعدك جدا. طب الحاجات الأساسية. أوكي؟ سؤاله بقى حلو جدا. هو نفس السؤال. كتر خيرك والله، بتجبري بخاطري وهي كاسة بخاطرنا طول الحلقة وحاجة يعني ربنا معانا. هو الموضوع بس يعني معقد شوية بس هو تطبيق فعلا سهل جدا. هنتفاجئ إن الحاجات البسيطة دي هي هم دول بس اللي ظبطوا لي جودة النوم. فاللي بتتكلموا فيه انتوا ثلاثة نفس الحاجة اللي هو إيه؟ سليب هايجين، عادات النوم الصحية. أوكي؟ فأنا بتبع سليب هايجين عشان أعمل إيه؟ أعلى بجودة نومي. اسمح لمخي ان هو يفرز هرمون الميلاتونين هرمون النوم بالكميه اللي انا محتاجاها. فاصحى الصبح فايقه ونشيطه ومركزه ومقبله على الحياه ومش محتاجه الكافيين. بجد؟ لان انا بشربه كده دلع. يس. ايه طيب باقي الحاجات؟ ايه تاني بقى؟ عندنا حاجه زي ايه؟ انا عايزه كل الحاجات اروح اطبقها النهارده انام. حاضر. انا من النوم اصحى فايقه. جسمي مش مكسر. أوكي. مش مصدعه كده يعني. عندنا بقى الكافيين طبعا. ده على اخر فنجان يبقى قبل النوم بستة لثمان ساعات صح؟ برافو صح كده. طب واللي بيشرب وينام على طول كافيين؟ هو الكافيين وظيفته ايه لما بنسال حد؟ الكافيين ايه؟ ده مود حلو، ده مزاج، ده انا بحب امسك الكوبايه. لا بس علميا الادينوسين الاشاره اللي جايه من المخ وجايه تقول ان انا تعبانه ومحتاجه انام، الكافيين بيعملها كده. مفيش كلام ده، فكاني بالظبط اتخبطت مثلا في ايدي فرشيت بنك، هل ده معناه اني خفيت ولا ان انا اللي مش حاسه بالالم؟ انا اللي مش حاسه. نفس الفكره. اوكي، فالكافيين فعلا كوبايه او كوبايتين بس في اليوم، الكوبايه اللي هي 225 مللي مش الكوبايه دي. اوكي. اخر كوبايه فيهم تبعد عن ميعاد نومي من 6 ل 8 ساعات. اوكي. طبعا ده يشمل الشاي الاخضر والشاي باللبن عشان الناس ما بتبقاش مصدقه ان الحاجات دي فيها كافيين. والشوكليت الشاي باللبن ده حاجه طيبه فعادي اشربها وانام. ده بلبن. بلبن مكسر الشاي. لا على فكره برده كان فيه كافيين. اوكي، ده بسكوت وبقسماط بالظبط. فلو في حد مثلا
بيشرب مثلا 6 كوبايات في اليوم ينفع النهارده يشرب 2 كوباية؟ لا، في اعراض انسحابيه. دي برده هضرك بنفس الطريقه، هخليهم 5 يومين وبعدين اخليهم 4 وهكذا. ماشي. فالكافيين برده من الحاجات زي الشاشات، اكتر حاجتين بيأثروا جدا في النوم. أوكي. في حاجات بتسرع النوم. ماشي. زي اللافندر. ما بيعملش اي حاجه. هقول لك ليه كذا استخدام. جربتي تشربيه؟ لا، انا بشرب الكاموميل او اليانسون. حلو قوي، الكاموميل واليانسون او اللبن. تمام، كل ده معانا. شفتي انا عامله كل الحاجات دي. هو بيتشرب مش بيترش؟ هو بيترش بقى. لا بيترش والله. مش بيترش. لا، اللي احنا بنعمله في عربياتنا ده حاجه ثانيه. لا حتى في البيت. ايوه بيترش. هو بيترش. هو ريحه حلوه بس الواحد مش بينام. ما هو ما ينفعش لوحده. ما ينفعش لوحده. في معاه تنفس بيسرع جدا البروسيس بتاعت النوم، اسمه 478. ايه 478؟ اشد اشمي اللافندر ده او طريقه التنفس تكون أنفس. بشكل معين. انا هرش اللافندر على المخده. اوكي، او احط زيت اللافندر على الفواحه جنبي بسطفي قبل ما انام. معلش يا نور النهارده انا عارف هي عامله لنا ازمه بس هنحاول نحلها. يا اقرب انت فين؟ تعالى هشوف مراتك. مش نايمه كويس. حاسه فيكي. اخد يعني والله قصدي اخد النفس. اشد النفس. ناخد النفس من الانف في 4 عدات واكتم النفس في 7 عدات واخرج النفس في 8 عدات من الفم. 7 ده كتير قوي. انت قد يوم بقى بسرعه. هي مفرهده خلقه. بص انا هقول لك بقى. هقول لكم انتوا. احنا تعبانين والله العظيم. هي مفرهده خلقه، اي حاجه ما تفرهدهاش. يعني اي حاجه كده لو هي مش هتلحق اصلا طريقه التنفس. اللي هي لو رشت اللافندر على المخده. أيوة. وجت تعمل التنفس ده قبل ما تخلص العدات هتكون نامت بجد. تاني معلش. لا لا، العدد قد ايه؟ العدد قد ايه؟ كام؟ 4 7 8. باخد النفس نبدا من 4 وبعد كده 7 وبعد كده 8. النفس في 7 خرجه من الفم في 8 ببطء. تمام. يوم عليا ما يفهمش. ده بيعمل ايه للجسم؟ ده بيخلينا بيهدي جدا. بيهدينا لو جربناه دلوقتي ممكن ننام عادي. مش مشكله. مش لازم دلوقتي. مش لازم دلوقتي. مش لازم دلوقتي. بس فده من الحاجات اللي بتهدي جدا جدا وبتسرع البروسس بتاعت النوم. فاحنا كده اتكلمنا عن التنفس، لافندر، الكافيين، الشاشات. تمام. الاكل بقى. والرياضه قبل النوم. اكل ورياضه. احنا كنا هنتكلم عن الرياضه بصفه عامه على مدار اليوم. فيعني لما تيجي للرياضه بقى قول لنا يعني انسب وقت ايه ليها. لو اكلنا اكل تقيل دسم قبل النوم مش هننام. انا بيحصل معايا العكس. انا بس عشان عايز اقول انا لازم اجيب جانك فود من بره. انا عارف اشبع انام. يعني عندك تخصص في النيوتريشنست صح كده؟ يس. يعني يعني عندك خبره في التغذيه وكل حاجه. انا لما بكون عامل نيوتريشن وماشي بنظام ومتمرن الصبح وشغل يعني خلاص بيبقى نومي مش سهل. لو يوم فاتح يا فاتح يعني يا جماعه في الاكل يعني الشهيه على البحري كده خالص. لا ده بعد كل وجبه بنام. بعد كل وجبه بنام. طيب هو ده نوم بقى خالي من الجوده. ده كده انا خلاص انا جسمي اتلكم خلاص مفيش اي حاجه شغاله. فانا دلوقتي انا هنام. زي في رمضان كده نفطر نروح ممكن يريح شويه واحنا نايم. بس لو هو زي ما هو قال. لو بتاكل اكل صحي ما بيحصلش كده. انت صاحي فايق. مستحيل. انت صاحي. طيب لو مش بتنام عشان لسه في جوع فانا محتاجه ازود بقى البروتين في اكلي. محتاجه اهتم بحاجات معينه اعليها عشان اعرف انام. وفي حاجات معينه لو اتاكلت قبل النوم هتسرع النوم. زي ايه؟ الموز طبعا عشان المغنيسيوم. انت مذاكره كويس. شطوره والله. الموز بينشطني قوي. انا لا موزايه واحده بس عشان السكر. اكتر من كده يبقى سكر كتير فطبعا هيعمل شوجر رش. مش صباطه يعني. لا هي واحده. انا يعني انا كوبايه القهوه والموز دي مثلا قبل التمرين بحس بيها جدا كاني واخد منشطات غريبه. ده حقيقي. اوكي. يعني الاكل الدسم قبل النوم بقد ايه؟ لا احنا بنتكلم في فرق 3 ساعات ادي فرصه لجسمي ان هو يهضم. احنا بنتكلم ان الغداء ما يعديش الساعه 5. اللي عندهم مشاكل في الهضم، اللي عندهم ارتجاع، اللي عندهم حموضه. دايما البعض اللي يقول لك ايه اول ما اجي انام كده يقول لك انا بيجي لي اصلي حموضه زياده طبعًا. شويه في المعده. طبعًا. انا عندي ارتجاع. هل دي ليها علاقه بالاكل وتظبيط النوم مع الاكل؟ طبعا كل مشاكل الجهاز الهضمي دي ليها علاقه بالالياف. لو انا اكلي فيه الياف كفايه انا ما عنديش مشاكل دي. لان الالياف مجرد ما تدخل الجسم هي بتبقى عامله زي كانها مكنسه كده او سبونج بتشيل كل حاجه انا مش محتاجاها وتخرجها بره الجسم. تمام. اوكي. فبتهدي الجهاز الهضمي كله من اوله لاخره. لكن لو نسبه الالياف قليله وضعيفه لا هتحصل المشاكل دي كلها طبعا. هتاثر على جوده النوم. فلو انا اكلت اكل دسم دلوقتي كاني شتبت مخي بدل ما يركز بقى ان هو يفرز هرمون الميلاتونين بقى وندخل في دورات النوم العميقه وكده. لا 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 سيبك الكلام ده كله على جنب بقى ودلوقتي نركز بقى ايه ان احنا نهضم الشيء اللي موجود دلوقتي ده. كاني بشتت مخي بالظبط. بلس ان لو انا نمت والاكل لسه ما اتهضمش الجهاز الهضمي بيتوقف وانا نايمه. فايه اللي بيحصل؟ عسر هضم. الاكل بيتخمر فبيحصل عسر هضم ومشاكل بقى ما بتخلصش ورا بعض ورا بعض. القولون ومشاكل قصه كبيره جدا. بالظبط. اوكي.
طب ايه تاني اكلات ممكن قبل النوم غير قبل النوم انا محتاجه وجبه بروتينيه صغيره، كوبايه زبادي عليها معلقه بذور شيا وموزايه واحده. اوكي هتشبع وهتنام وديت لجسمك البروتين وهتخس. وهخس يعني يعني قلت المعلومه هخس. انت بتبص لي ليه فخس؟ والله انت لقيتك لفاني. ايه ده؟ حول الله يا رب. طب انا عندي سؤال برضو بالنسبه لبعض الناس اللي عندها مشاكل في النوم وبتنام بادويه. في البعض دلوقتي بقى بيلجا لبعض الادويه اللي منها ممكن يتحول الى ادمانها، وفي البعض منها يقول لك اصل ده لا ده كويس ده ما فيهوش مشاكل. هل هنا كل الحاجات دي ممكن اي حد يطبقها حتى لو وصل لمرحله الادويه؟ لا طبعا. كده كده ما ينفعش حد ياخد الدواء من غير ما يرجع للدكتور. أيوة. اكيد. وما ينفعش حد يبطل الدواء ده تحديدا من غير ما يرجع للدكتور، لان الدكتور هيوقفه له بالتدريج بطريقه معينه تتناسب مع جسمه وحالته. بيكون تخصص ايه؟ مخ واعصاب. دكتور مخ واعصاب. تمام. ما فيش اي حد غير دكتور مخ واعصاب هو اللي يقدر يساعد في حاجه زي كده. فبنعمل ايه بقى؟ بنطبق السليب هايجين، عادات النوم الصحيه، مع متابعه الدكتور. خلاص طبقنا السليب هايجين وبدانا ننام كويس، نبتدي بقى نقلل بمراجعه الدكتور، فنحس ان احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا مش محتاجين الدواء، احنا قدرنا رجعنا لطبيعتنا. اوكي. بالطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها، عارفين ننام بشكل طبيعي. طيب احنا كنا بنتكلم على حته التمرين، ان في ناس دايما بتخش تتمرن قبل ما تنام، يعني يقول لك انا هاخد ساعه كده وانا بعد ما خلصت شغلي، وفي ناس تشتغل ممكن فترتين صبح وبالليل، فهو مروح بالليل معاه الشنطه بيخش بالمر. الجيم. يخلص تمرينته يروح يلاقي نفسه ممكن مش عارف ينام، فعايز اعرف منك ده صح ده غلط، وايه انسب وقت على مدار اليوم للتمرين؟ انسب وقت هو طبعا الفتره الصباحيه. ولو الفتره المسائيه احنا بنسيب مسافه على الاقل 3 ساعات الجسم يبرد. ليه بقى؟ طبعا مع التمرين الجسم بيسخن درجه حرارته بتعلى، في حاجه اسمها سيركاديان ريزم، اكيد قريتي عنها وانت بتسيرش. لا معلش الساعه البيولوجيه بصراحه. الساعه البيولوجيه اوكي، بيقول لك ان الجسم اول ما بيصحى الصبح درجه حراره الجسم بتعلى درجتين عشان نعرف نصحى، وبالليل عشان ينام لازم تقل الدرجتين دول. طب لو انا جيت بالليل اكلت اكل سبايسي شويه فجسمي سخن، او لعبت رياضه انتنس شويه حاجه فيها كارديو فجسمي سخن مش عارف انام، بلس ان الدوره الدمويه بتبقى اكتف جدا جدا فمش عارف انام هايبرت خلاص. فانا محتاجه اسيب مسافه على الاقل 3 ساعات لجسم ان هو يبرد. دي نفس مشكله الاطفال بقى اللي بيتمرنوا. مرة ان خلص تمرين الساعه 11 بالليل شكرا مش هينام كده دلوقتي، مش نوم هو هايبر. طب الناس اللي نومها متقطع ازاي؟ يعني ممكن ينام شويه ساعه ساعتين وبعدين يصحى يلاقي نفسه مش عارف ينام ونحاول تاني ونفضل كده، غير طبعا الغصب عنهم نوم متقطع عندهم اطفال. ايوه طبعا دي قصه ثانيه. كده كده الارق دايما بيبقى ليه سبب، يعني هو بيجيش لوحده كده. ممكن السبب ده فيه الم، نعالج السبب الارق يمشي. نعالج الالم، حد عنده عسر هضم طب نعالج عسر الهضم فالارق يروح، حد مثلا في اي مشكله صحيه في التهابات المفاصل او اللي هي بتيجي دي مشكله بقى دي فظيعه، او لو حد عنده مشكله نفسيه او في ستريس. ليه بقى؟ لان لو في ستريس المخ بيفرز هرمونات الستريس ادرينالين وكورتيزول، صحصحين وفايقين اوعى تنام، كان اشاره المخ اوعى تنام ده في خطر. ما ينفعش يفرز معاهم الميلاتونين هرمون النوم، لان دي حاله ودي حاله حسب الحاله اللي انا فيها. عشان كده دي مشكلتي برضو مع الموبايل قبل النوم، سكرول سكرول سكرول، وارد ان انا اشوف بوست او فيديو او حاجه كومنت حلوه تعمل لي ستريس. ادرينالين وكورتيزول مفيش نوم شكرا. او حاجه حزينه مثلا هتنام وانت متضايق. طب ازاي يعني هل صح اصلا ان انا اغصب على نفسي ان انا انام؟ يعني مثلا انا عايزه اغير من عادات نومي، فانا بنام الساعه 12 عايزه اخليها 11، دخلت الساعه 11 ومش جاي لي نوم وحاولت وعملت كل الحاجات دي كلها، هل الصح ان انا اغصب على نفسي افضل في الاوضه ولا اقوم من على السرير اعمل اي حاجه وادخل تاني؟ اغصب على نفسي ستريس ادرينالين وكورتيزول على طول. طب اعمل ايه؟ بس ان احنا كلنا هنا اصلا عندنا قيمة الحرية عالية جدا، أي حاجة فيها إجبار مش هعملها، مش هعملها مش هعملها دايت مش هعملها على طول اوتوماتيك. يعني إيه تقول لي مع إنه مع إنه هو أنا صحتي في ده، بس صح. الطريقة اللي اتعمل بيها خلتني أعند غلط. أوكي فأنا مش مجبرة خلاص. أوكي يا جسمي أنت محتاجني بدل ما أرجع ساعة أرجع نص ساعة بس، أرجع ربع ساعة بس ونجرب، فأنا هسايسه أشوفه محتاج إيه وأعمل اللي هو محتاجه، لكن أنا هو رفض، هو رفض الساعة مرة واحدة شايفة أجريسيف. أوكي فهبتدي اسايس نفسي. طب معلش هسالك بس سؤال تاني عشان والله لسه كنت بتكلم عليه في الفقره اللي فاتت، جوزي والله يقول لي انا هنام حط راسه ينام ينام ويشخر، ازاي في ناس بتعمل كده؟ ربنا يحفظك يا حبيبي. انا بحقد عليه حقد وبحسد وحسد على الموضوع ده. لا بجد والله الموضوع ده غريب قوي بالنسبه لي. طيب بعد ايه؟ خد رقم نهى كلميها بعد الهوا. ليه؟ اسالي اعملي كل اللي انت عايزاه، اسالي عن جوزك سيبي الراجل في حاله في البيت قاعد لوحده. ازاي في يعني هل دي حاجه ده المفروض انه ده يبقى الطبيعي؟
ولا ده برضه بيبقى خلل؟ لا مفيش خلل. مفيش خلل طبيعي. اسرع هتقول له انت عندك خلل في حاجه. لا مفيش مشكله. عايزه تقول انا عندي خلل في حاجه. لا مفيش خلل ولا حاجه. هو بس بيعرف يعمل شات داون على طول. ازاي بقى؟ بصي كل الرجاله عندهم حاجه اسمها نوثينج بوكس. ايوه ده عظمه. كل الرجاله عندك ان النوثينج بوكس. والله مش كل الرجاله. بس مين بيكتبه بقى؟ مين بيفتح البوكس ويدخل فيه ويقفل على نفسه؟ هي دي الفكره. والله مش دايما. والله لا مش دايما. طب استنى بس نسمع اغلب الرجاله بيحسوا بايه ولا بيعملوا. هو نوثينج بوكس. عارفه لما بيقعدوا في القهوه كده في لا شيء. كلهم قاعدين ما بيكلموش بعض. قاعد معاكي اتنين مش بتوع الكلام ده خالص بقى. والله العظيم خالص. اوكي. اوكي. بس لو بصيتي على معظم الناس القهوه ما بقاش فاهمه بجد. لما بعدي قدام قهوه ما بقاش فاهمه هما ازاي قاعدين ما حدش فيهم بيتكلم. احنا بنتغلب فينا ولا احنا ايه؟ ده انا بحاول افهم لسه لغايه دلوقتي. عايز اوصل معاه النقطه. ايه انا كنت ماشي كويس ليه؟ حرام عليك. ده النوثينج بوكس. ماشي. هو بيفعله بيدوس على زرار اللي هو دماغي اقفلي ما تفكرش. طب ما هو يمكن من الضغوطات يا نهى. ما هو الراجل غصب عنه ما هو ممكن بيجي وقت عليه من كتر الضغط اللي في دماغه والمسؤوليات اللي عليه والفلوس اللي عليه. ما هي الضغط بقى المفروض ما يخليهوش ينام. فبيخليه ان هو عايز يعمل الفصله دي. ما هو دي حاجه مهمه. هي دي حاجه حلوه اصلا. يعني دي من الحاجات اللي نتعلمها اساسي في الستريس مانجمنت. ازاي افصل كده وان كل حاجه تاخد المساحه بتاعتها وتاخد حجمها الحقيقي. وان انا دلوقتي محتاج ادخل انام وافصل خالص عشان اعرف اشحن عشان اعرف اقوم للحاجات دي بكره. بتحصل ازاي بقى دي الفصله دي؟ بص ليها طرق كتيره جدا جوه السليب هايجين وجوه الستريس مانجمنت كمان. اوكي. انا محتاجه افضي ده. افضيه محتاجه ازاي؟ في طرق. انت عندك حاجات في دماغك دلوقتي انت شايفها بكره كمان شويه حاجات اصلا ملزمه منك او مش حاجه عليك كفايه صندوق الذكريات بس الواحد او عليك. لا بتكلم الناس عليها ديون طبيعه الحياه كده. فانت بتفكر في ده قبل ما تنام. هو تعمل ايه؟ بيقول لك اساس الاسترس اول ما تلاقي نفسك استرس اعرفي ان انت مش عايشه في البريزنت. انت عايشه في المستقبل. صح. اوكي. طيب لو جات لي حاجه من الماضي زي ما انت قلتي طب ما دي حاجه هي خلاص خلصت. فانا بسال الميموري تاني عندك حاجه جديده تقوليها لي؟ لو في حاجه جديده قوليها. لكن عاده ما فيش. انت عايشتي ده خلاص. فانت كانك بتزودي وقتها في الماضي. فبتتعبي نفسك اكتر. طب والمستقبل؟ انا لا املك غير الحاضر. اوكي. دلوقتي انا فين؟ انا دلوقتي الساعه 10 بالليل محتاجه انام. في بكره وفي ما انا عارف بس انا دلوقتي محتاجه انام. انا مش يعني لو قعدت افكر في الحاجات دي دلوقتي هعمل ايه بكره؟ هتفرق في ايه؟ يعني انت بتتكلمي معانا اللي هو احنا في دلوقتي اللي فيه دلوقتي محتاجة هو ده اللي فيه. حاضره دلوقتي. انا فين دلوقتي؟ ولا تشغل بالك باللي جاي ولا اللي فات. اللي فات مش هقدر اعمل فيه حاجه واللي جاي انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا. صح. مش هعرف غير لما يبقى حاضر. بس الزرار ده اللي الواحد بيدوس عليه بمنتهى البساطه دي بيجيش بسهوله. لا بيجي التمرينات على ما اعتقد بالتدريب. ومهم جدا على فكره تجيلنا كل شويه. لا بجد والله يا يسار. عايزين نوها معانا. يسار ثابته معانا في البرنامج يا يسار. كل اسبوع بجد والله كده. يا يسار خلاص يعني نثبت فقره لنوها عشان خاطر بجد كلنا بنعاني من القصه دي. حتى المشاهدين واصحابنا عندنا نفس المشكله والارق في النوم والمشاكل اللي احنا خاصه شويه ان احنا مش بننام نوم عميق وخلافه يعني. يا نهى نورتينا. الله يخليكم. نور بجد والله بسطت جدا معاكي والله واستفدنا كتير يعني. واكتر حد استفاد طبعا نوره طبعا. كل حاجه اجربها. هبدا بكوبايه الزبادي نسال ربنا طبعا يعني ربنا يبارك لاقرب جوزها طبعا في نومه وفي كل حاجه بيعملها. يا ابني قلبنا معاك. طب عليك خايفه ما حصل له حاجه. شكرا جدا ليكي يا نهى. نورتينا جدا. ميرسي جدا. طيب ولسه هنكمل معاكم بقيه فقراتنا وفقرتنا المعتاده بقى يعني مع صوفيا زاد. لكل بقى واحد عنده حلم عنده رؤيه. النهارده هنتكلم عن الاسماك بتاعي صح؟ بشكل خاص كده وعالم البحار بقى والكلام ده كله بعد الفاصل. خليكم معانا يلا بينا.